Nerede var arayıp bulanam? يا محملين العنب تحت العنب تفاح، شو رأيك شعرك بمسابقة الغناء بركي بفوز؟ مرت عمي وين بحط هدول؟ حطيهم عندي، أنا بعدين بحطهم بالغسالة. وشو بدي ساوي هلأ؟ حبيبتي في لسه غرفة دروك، بس إيبك قالت لي إنه أنت وهداك الولد عم تتقربوا من بعض، ما بعرف يعني يمكن مو حلوة إنك تنطفي له ياها. مرت عمي ما في مشكلة، بركي ما بتحبي تنطفي غرفة الشاب اللي أنت معجبة فيه. إذا بدك رتبي التياب وأنا بعدين بمسح الغرفة. أنا ما عندي هالعقد مرت عمي، وما بخجل من الشغل والفقر، فلا تقلقي. برافو عليك يا حبيبتي آسيا، الله يقويكي. دخيل عينك علمي هالشي لإبك، لأنه هي بتخجل من وضعنا كتير. وكل من حبيب معه أنا حبيبي راح. شو عم يصير؟ شو عم تساوي هون؟ جيت لساعد مرت عمي بتنظيف بيتكم. خلاص آسيا لا تعزبي حالك، أنا برتب غرفتي. وكأنه أنت يلي بترتبها كل يوم؟ ليش كل شي بقوله دائما بيكون غلط؟ إيه أنا مو كل يوم برتب غرفتي، بس هلأ ما فيني اسمح لك ترتبي لي غرفتي لحالك. ليش؟ هذا شغل دوروك وأنا عم بكسب منه، بالنسبة لإلي مو عيب طالما ما عم ساوي شي سيء. أوكي فهمت عليكي، مرة تانية عطيتيني درس وحطيته بجيبتي، شكرا لإلك. معناتها رح نساويها مع بعض. هلأ نحن شو رح نصير؟ أنا عندي فضول أعرف أنت بشو عم تفكري؟ ما رح نصير شي، نحن زملاء بالصف وبس. بعتقد إنه كنا حبيبين، شو مشان؟ معقولة تكوني نسيتي بهالسرعة آسيا؟ يا حبيبي قسماً بالله أنت رح تخليني جن. دوروك؟ أنت شو عم تساوي ابني؟ آسيا بتكون زميلتي بنفس الصف وأنا عم ساعدها شوي. يلا اترك من إيديك، هي مالها شغلتك، أنا عطيتهم مصاري مشان ينظفوا البيت. أمي رجاءً بلا هالحكي وطلعي من الغرفة. بس يا ابني أنا بحياتي ما شفتك عم تشتغل شيء أو عم ترتب غرفتك، لهيك حكيت استغربت. أمي قلتلك اطلعي. نبهات خانو، نبهات خانو، هاي البلوزة إلك ولا لبنتك ميليسا؟ هاي البلوزة لميليسا، أنا بحطها بخزانتها. هي صغيرة وأنتي نحيفة، احترت إذا كانت إلك لما إلها. ما شاء الله عليكم. نبهات خانو معرفت لحالي، هدول لميليسا. خير شو الموضوع؟ طوق ميليسا ماله هون شي نقول، أنا شفت هالعلبة كانت بإيد آسيا قبل شوي. نبهات خانو آسيا مستحيل تعمل هيك شي، هي محترمة ومؤدبة وعندها أخلاق عالية كتير. بترجاكي لا تظلمي المسكينة، أكيد وقع بشي مكان بهالغرفة، هلأ بدور لك عليه وبلاقي. وين رح يكون الطوق واقع يعني؟ يلا اطلعي وينه؟ مو هون، مو هون. لو سمحتي هدي حالك، طولي بالك شوي، قلتلك رح دور عليه وأكيد رح لاقي، ارتاحي انتي. دوروك وين حط لك هدول؟
عندك بهالدرج. مو نحنا كنا حبيبين آسيا؟ ما قدرت أبعت لك الصور لأنك عم تستخدمي نفس التليفون مع أخواتك. لهالسبب طبعتهم لأعطيكي صورة. خلي هالصورة معك لتكون ذكرى. آسيا؟ شو عم يصير أمي؟ أنت لا تتدخل دروك. دروك أنا بترجاك إلا لأمك، هي عم تقول إنه آسيا أخذت الطوق تبع ميليسا. أي طوق يا خانم؟ أنا ما شفت لا طوق ولا أي شيء. طلعي آسيا، ما في داعي تكذبي علي وكوني صريحة. أنا دورت بكل مكان وشفت العلبة كانت بإيدك، مو هيك؟ أمي بكفي، بعد إذنك حاجة خبصي. اسألي ميليسا، بتكون لبسته ما بصير تتهميها. ابني؟ أنا بعيوني شفت الطوق كان جوات العلبة اليوم الصبح، وأختك ميليسا ما بتحبه لهالطوق وهي ما لبسته أبداً. معناتها ميليسا غيرت رأيها وحبت تلبس الطوق اليوم، ها؟ حاجة خبصي، ويلا طلعي برات هالغرفة لو سمحتي. أنت ليش ما عم تفهمني؟ أنا متأكدة. روحي جيبي شنطتك، يلا جيبيها وفضي اللي جواتها ومنشوف. تمام، بعد إذنك مرت عمي ممكن تجيبي لي شنطتي بسرعة؟ ماشي بنتي. آسيا لا تردي على أمي، طلعي برات الغرفة فوراً. خليها تشوف، وكمان إذا بدك أنا واقفة قدامك فتشيلي تيابي. آسيا رجاءً اهدي، أمي شو عم تساوي؟ يلا طلعي لبرا. شو عم يصير معك دروك؟ ليش عم تدافع عنها لهالدرجة؟ هي مجرد زميلة، ليش انفعلت؟ تفضلي دوري فيها. مو مشكلة، ما عاد في داعي. بالله شو؟ بكل بساطة بتتهميني بالسرقة وبعدين بتقولي لي ما في مشكلة؟ أنا عندي شرف وكبرياء يا خانم، خدي طلعي، إن شاء الله تكوني ارتحتي هلا. بحياتي ما رح أنسى اللي ساويتي يا أمي، فهمتي؟ ما رح أنسى. شنقول؟ ضبي غراضة للبنت بالشنطة ولا عاد تجيبي معك حدا مرة تانية. روحي بكفي اليوم. آسيا ممكن تستني شوي؟ آسيا آسيا بترجاكي اهدي وخلينا نحكي. مشان الله أنا بعتذر منك على اللي صار، بس لا تبكي لو سمحتي. خلص لا تعتذر، أنت ما سويت شي. دروك اتركني، أنا بدي روح من هون بأسرع وقت. لا أنا باخدك، ما بتركك لحالك. لا تضغط علي دروك. آسيا حبيبتي امسكي البسي بنتي، وهي كمان. أنا بوصلكن على البيت. لا ما في داعي، يلا مرت عمي خلينا نروح بسرعة. ماشي بنتي يلا خلينا نروح. صحي دموعك لا تضلي مقهورة، الله يخليكي. هيك هي الدنيا آسيا، الفقرة اللي مثلنا قدرون يعانوا. انت درسي وتفوقي وانقذي حالك مشان ما تضطري تتحملي وسخ الناس. يلا خلينا نروح. بتشكرك كتير مشان هاليوم. بالحقيقة أنا يلي بتشكرك. أنت شو ساوي؟ شوف أنا رح أفقد وعي وأقع على الأرض. روح يلا روح بسرعة، ما بدي انحرج قدامك قدير.
حكينا كتير بهذا الموضوع، وبعتقد انه اتفقنا انه الكل يكونوا قاعدين على السفرة بهذا الوقت وكل يوم، بس بنتنا لساتها برا. مشان الله حكي لي وين ميليسا يا نبهات. وانا شو بيعرفني عاكف، بتجي بعد شوي لا تقلق. بالله شو، واساسا ابننا حابس حاله بغرفته، وكمان انت وشك ما بيتفسر ابدا، مبين انه صاير شي خطير اليوم. شو الموضوع، يلا حكي لي. انا متضايقه. ليش؟ تنقرت انا ودروك شوي. خير ان شاء الله. راسي عم يجاني كتير. مرحبا. اهلين وسهلين يا بنتي، يسعد مساكي. اطلعي قديش صارت الساعة هلأ. بعتقد كتير حكينا بهذا الموضوع، بس الظاهر انتو ما عم تفهموني. لما يصير وقت الاكل بدي الكل يكونوا موجودين على السفرة. وين كنتي لهلأ يا بنت؟ ايه ما تأخرت كتير بابا، كنت مع رفقاتي. عكلا رح غسل ايدي واجي فورا. هي الوحيدة المبسوطة مو متلكون. ميليسا، وين الطاقة اللي اشتروا لك يا اهلي بعيد ميلادك؟ انت ليش عم تسأل عن هداك الطاقة دوروك؟ امي بتعتقد انه آسيا سرقته. اليوم اجت عبيتنا لتساعد مرت عمها، ولما امي شافت العلبة فاضية اتهمت آسيا. امي انت شلون بتساوي هيك شي بالبنت؟ خلاص ميليسا بكفي بكفي، لو سمحتي لا تبلشي كمان. اساسا من الصبح عم اتحمل كلام اخوكي، ما ضل كلمة ما حكالي اياها، فلا تزيدي انت كمان. عصب علي مشان بنت ما صار له يومين بيعرفها. لكن ما صار لي يومين بعرفها؟ انت دمرتي البنت، انت ما شفتيها شلون بكيت. خلاص تمام اهدوا، واضح انه اليوم صايرة مشكلة كتير كبيرة بهالبيت، بس انا ما عندي غير سؤال واحد وبدي أعرف الجواب، وما رح أتحمل لحتى أعرف الجواب. وين الطوق يا بنتي؟ أنا بعته اليوم. أها شو؟ سمعتي يا أمي؟ بس دقيقة، أنت بعتي للطوق؟ شو اللي خلاك تساوي هيك شي؟ ليش لحتى تاخدي الطوق وتروحي تبيعيه خلصوا مصاريكي؟ لازمك شي مصاري. طيب ليش ما خبرتيني؟ أنت ليش بعتي للطوق؟ في حدا من رفقاتي طلب مني مبلغ دين، وأنا ما كان معي هالمبلغ وما حبيت أطلب منكم، وبعدين الطوق مو لإلي، بساوي اللي بدي إياه. لا ما حذرتي يا خانم، ما فيك تساوي أي شيء، ما بيحق لك. سمعتي هالبنت شو عم بتقول؟ قال بدها تساوي اللي بدها إياه، أنا رح أجن. يا بنتي أنا بعتقد إنك جنيتي، عمرك 17 سنة، بعتي طوق ألماس وعم بتقولي إنه ما حدا له علاقة؟ إلنا علاقة ورح حاسبك. رح أسألك لآخر مرة، بدي جواب واحد، شو ساويتي بكل هالمصاري؟ لمين عطيتيهن؟ قدير وعمر كانوا واقعين بمشكلة. أنا رح أجن، ما عاد فيني استوعب. كمان قدير وعمر إلهم علاقة؟ يا بنتي كيف بتعطي مصارينا للناس بدون ما تسأليني أو تاخدي رأيي بالموضوع؟ قليلهم ما معي وانتهينا. برجع لكم ياهن، فيك تقطعون من مصروفي. لا تكبر القصة كل هالقد. بالله شو، لسه ما خلصت كلامي. تعالي لهون. قال شو اقطع من مصروفه؟ ليش مين اللي عم يعطيها المصاري لحتى بدها تسدد لي الدين؟ مشان الله فهموني شو عم بيصير. ما علينا، بعتقد كل شي توضح مو هيك امي؟ ارتحتي هلا؟ بظن لازم تعتذري من آسيا. ما عم بقدر صدق بنوب، معقولة انا عايش بشي حكاية قديمة؟ بنتنا تحولت للاميرة اللي بتساعد الولد الفقير، وابننا أمير على حصان أبيض. أولادنا صاروا كتير قراب من هدينك الأولاد عاكف، ما كان لازم نخليهم يقربوا منه لهالدرجة. آخ من ضميري الأعمى واللي ما عم بشوف، بس أنا رح حاسبهم على هاي العملة يا نبهات. شلون يعني ياخدوا مصاري بنت عاكف أتقول؟ أنا مستحيل اسمح لهم ينفذوا بعملتهم هاي. بتشوفي رح حاسبهم لهالأغبياء، بشوفوا شو رح أساوي فيهم. آسيا أنا برأيي استويت منيح. اصبر لك 5 دقايق، هلأ بيجي أخي قدير وبتاكله. ما رح تاكلي؟ لا مالي جوعانة. قال مالا جوعانة، شبك عم تعاني من وجع الحب؟ صاير شي بينك وبين دروك؟ احكيلي. مو صاير أي شي، بس مالي جوعانة. يا سلام إجا أخي قدير. يا قلبي هوبا. أخي حبيبي. أهلين وسهلين أخي. أهلين فيكي آسيا، ليش ما بدك تاكلي؟
راسي عم يوجعني شوي، باكل بعدين. أكيد ما في شي تاني؟ لا أخي ما في شي، يلا قعدوا. والله أنتوا اصطفلوا بس أنا كتير جوعان يا أخي. شايفك كتير مبسوط الليلة، مو مثلا شو عم يصير بهالبيت؟ مو أنا أخوكم، ليش ما بتخبروني؟ يلا لشوف، احكوا احكوا. وانت مبسوط لتكون حابب انت كمان اخي؟ يا عيني عليك يا فصعونة، يلا جاوب عمر بيك. طلعوا على هاي الفصعونة، وانت من وين بتتعلمي هالشغلات؟ لك عم تقول حب؟ ما قالك علاقة باختي حبيبتي، سمعت عمر؟ هاي قلبي وروحي وعيوني كمان، اعطيني بوسة. وانت؟ اوه ابك انت شو عم تساوي؟ هيك بينلف ورق العنب؟ ليش اسميك هالقد؟ لفيها منيح. بلفهن انا، اعطيني، خدي اشري البطاطا. ايه هات البطاطا اسهل لي. لا ابني اترك من ايدك بلا ما تخرب طبخة ورق العنب. يا جماعة مو بايدي بس انا رائع بكل الامور. طلع لفيتها مثل الاصبع. والله احلى من يلي بتعمليها. ايه عن جد اوجان حبيبي، انت منين جبت هالخبره؟ والله برافو عليك. امي لامتى رح نضل نشتغل؟ لسه عندي وظايف. ابيك حاجه تنقي مشان الله. قولي لامك تشتغل شغله بنفسها وانتوا روحوا على دراستكم. انا عم ساوي هالاكلات مشان المهرجان وانت بدال مالك قاعد تعا وساعدنا بشي. المصاري اللي رح نجمعها بتروح للتبرعات. ايه للتبرعات. نبهات خانم هي ومساعدتها عم تحضر شغلات فخمه للمهرجان، وامي غارت منا وصار بدها تساوي مثلها تماما. الله يعطيها العقل لامكم، ما كان ناقص غير انه تنافس نبهات خانم. وشو بينقصني لحتى ما نافسها؟ انا كتير شاطره بالمطبخ، يلي قدامكم سلطانه المطبخ التركي. انت لا تضحك وتوقف ضدي. انا ما ساويت شي. بكفي انا مليت، عندي وظايف بالاذن. بس شاطره تتطلبي ابك خانم. تركيا هي فاشله اساسا، انا بلف لك ورق العنب. هذا ابني حبيبي، انت غير الكل، عندك قلب طيب وما في مثلك. رح ساوي فطاير كمان، ومو بس هيك في صينية كيك بالفرن، نحن رح نورجيهم مين الشاطر يا أوجا. الله يعطيكي العقل، أول مرة بحياتي بعرف إنه ابني شاطر بشي. الحمد لله الحمد لله. مو مبين إذا أنت عم تمدحني ولا عم تزمني. رح تنبسط زوجتي ما؟ إيه رح تنبسط كتير، أنا فايت نام. أورهان أنت بتحب ورق العنب هيك؟ أمي أنتوا لازم تتصالحوا، زودتوها مثل ما لي شايف علاقتكم مضطربة كتير، ما بصير هيك. أوجا عم تشم ريحة؟ في ريحة. الكيك احترق الكيك. راحت لتجمع الورود مشان أمي.
أول مرة بيجي عيد الأم من دون ابنه. رح نتحمل حبيبتي، رح نتحمل ورح نتعود على هالوضع. أنا جمعت الورود يلي أمي بتحبها. برافو عليك يا حبيبتي. أنا بدي أقول لها شغلات حلوة لأمي لما نروح على المقبرة. شو رح تقولي لها مثلاً؟ مثلاً رح أقول لها لماما إنه رفيقتي صار عندها أخ صغير، وخالتي صباحات عطتني مجلة وأنا حفظت منها شوية كلام، وبعدين أنتوا ما جهزتوا شي مشان تقولوا لأمي؟ هذا اليوم يومه ونحن لازم نفرحها. ايه مزبوط يلي عم تقولي، ونحن كمان رح نحضر شي. امي انبسطت بالهدية يلي عطيناها اياها السنة الماضية. هاني اسكي زمان masalları anlatır، hüznümü huzura dolarsın، kaşım gözümden çok içim bir parçan، annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım، üstüne ne kırgınlıklar yaşadın، ama bil ki ben de parçalandım، annem ben senin yanına kalanım. Annem annem، أولادي الحلوين تسلموا لي. يريم ده أنم أنم جل زلمة، من هلا سنين دزلرين ده. آه يا حبيبة قلبي، عيد أم سعيد يا أمي. هاي أميرتي آسيا. أمل يلا. عيد سعيد يا أمي. شو هاد فيلي؟ uzayan sohbet gecelerinde، rolleri unutur dost oluruz، bizi bağlayan bu kan değil yalnız، annem biz birbirimize kalanız، ben kararlı uçarken yolumda، sen çatık kaşlarının altında، her yeni güne sevgiyle başlarsın، annem sen benim yanıma kalansın. Annem annem
لازم كل الدنيا تتعلم منا كيف نحن منساعد أمنا. وينك إيبك؟ جيبي الخبز. يلا أجيت أجيت أجيت. حمرتهم شوي لأنه أمي هيك بتحبهم. عن جد مثل ما بيقولوا البنت طال على أمها. هي حرقت الخبز بس قالت إنه أمرتهم مشان أمها. سكوت أوجان، كأنك بتعرف تعمل شي يعني. ورجينا كيف رح تصب الشاي بدون ما توقع شي. إيه الحمد لله في هاليوم بالسنة يلا بتخدموني فيه. أورهان، بتمنى ما تكون عم تفكر إنه تعكر لي مزاجي بهاليوم الحلو. يلا فردا بابا، إيه؟ اليوم عيد الأم؟ يلا بابا عايدة. إيه ماشي يا أولاد. عيد أم سعيد شي نقول. شكراً إلك سيد أورهان. باسا عيد أم سعيد يا أحلى أم بهالدنيا. يا روحي أنت دخيل قلبك. برت عمي بكفي ولا فصعوني. مو أنت كتير بتديري بالك علي وبتأسري لي الفواكه أحيانا؟ عيد أم سعيد لإلك. الله يخلي لي ياك يا حبيبة قلبي، والله كتير فرحتيني بهالهدية. تعي لهون يا روحي. فكرة حلوة كتير يا بنت. أولاد عمي تفضلوا لنفطر مع بعض. ايه صحيح، يلا بنتي جيبي كراسي يلا. لا لا ما في داعي، أنا في عندي كتير شغل من شان المهرجان. مزبوط، أنا نسيت المهرجان والله. وأنا رح كون هني. سمعت مرت عمي ورح يختاروكي أم هالسنة. بس ياكلوا الشغلات اللي سويتها، مو بس أم هالسنة، رح كون أم هالقرن كمان. أوجان لا تضل واقف، جيب كاسة مي لنحط فيها هدو. ماشي. عنا تشكيلة عصائر طيبة. تسلم إيديكم. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. تعالوا 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 يلا تعالوا على مطبخ أمكم شي نقول. هلا مهلا. تعالوا تعالوا بكفي هلا، بتخافي الناس وبتخليهم يهربوا. ليش لحتى يخافوا يهربوا؟ ليكي هرب. طلعي ليكي كلياتهم مجانين، شو اللي عجبهم بأكلات طبخات خانهم؟ كلياتهم معمولة بلا سكر. يلا يا أولادي الحلوين كلوا من هالحلويات اللي ساويتها. انتوا بحاجة للطاقة، لازم تاكلوا كتير. رح تاكلوا أصابعكم وراها، حطي لهم تنتين. حط المصاري أول. ايوة ان شاء الله صحتين وهنا على قلبكم. تعالوا تعالوا تعالوا. اطلعوا المطبخ عم تنادي بأعلى صوتا فترة حالة بشي سوء الأكل بأي مكان. يلا يا أولادي يا حلوين قري. شفتي قديش مكترة زيت على الأكل اللي مساويته؟ الكفتة اللي ساويتها طيبة كتير بتاخد العقل. هلا بتشوفي. أنا ماني مصدقتك سوسن، أكلتي منها؟ مين؟ أنا أكل منها؟ لا أبداً هريكة، بس شميت ريحتها وأنا جاي. يلا فضلوا على صحتين وهنا. كل الحلويات والأكلات معمولة على أصولها. يلا تعا ابني أهلا وسهلا. حطي له قطعة كبيرة. أنت انتبهتي على شي نقول بنتي؟ شو وضعها يا ترى؟ هي عم تبيع منيح؟ والله مبين انها عم تبيع منيح. انا بدي روح دوق من عندها ورق العنب، باينته بشهي كتير. لا ميليسا ما بصير اصحك، لا تساوي هيك بنتي. ليش؟ شبك بنتي؟ نحن عم نشارك بمسابقة هلا، اكيد ما اجينا مشان ناكل ونعبي بطوننا. مسابقة؟ انا فكرت انه الهدف جمع التبرعات. طبعا ورح نجمع تبرعات. شوفي هي، طلعي عليها شو عم تساوي. معقول هن عم يشتروا منها هالشغلات التقليد؟ والله إذا سبقتني رح أزعل كتير. أنت ابني تفضل لا تهرب، تعال. صحتين. تعالوا يا أختي، صار لك من الصبح واقفة على رجليكي، تعي لطعمكي ورق عنب.
ما بقدر آكل لأنه فيها رز وأنا محمية على الكربوهيدرات. لا شو هالحكي أختي، يا دوب محشية حبتين ثلاثة رز وحميتك ما رح تتأثر بهالشي. إيه ماشي لكان، إن شاء الله صحتين وهنا. عن جد شي طيب كتير، الله يسلم إليك. لك رح أعطيك واحدة تانية. إيه ماشي حبيبتي، تعالوا يلا حبتي. تعالوا، الأولى هدية والتانية بمصاري. تمام، بقديش؟ ليكي مكتوب هون القطعة بخمسة، بس انتي كريمة ورح تدفعي لي 50. شو هاد؟ تعالوا تعالوا تعالوا، لا تنحرموا من مطبخ شينجول، تفضلوا. ان شاء الله صحتين وهنا. أمان، عجبتك المدرسة؟ مدرستكم حلوة، حبيتها. إن شاء الله رح تدرسي بمدرسة أحلى منها. تعال لهون ابني، ليش وشك سالت؟ شو ما عم تتغذى؟ طلعوا على أمي، الكل عم يشتروا منها. هاي الفطاير منيحة لصحتك، ولا شكلك ما عم تاكل منيح. هي عم تخليهم يأكلوا غصبا عني، المسكينة تعبت كتير وضلت عم تشتغل للصبح. أيلا ما شاء الله ماما بعتي منيح. اي لكان اوجان، انت هلأ رح توقف بدالي تمام؟ اجا دورك للاستعراض. ايه ما فيها مشكلة بساوية. قربوا عالطيب قربوا، في عنا اطيب الحلويات والفطاير والكفتة، ولا تنسوا ورق العنب كمان. يا عيني على ابني البطل قرب. ها اهلا وسهلا يا خانو، مشان الله خلونا نروح بسرعة وبلا ما نرجع لهون. ما بتتخيلوا قديش انا خجلانة من عمايل امي. يلا تعالي امان. يلا بشوفك امي. عن جد انت كيف عم تخلي العالم يجوا لهون؟ انا حابب اتعلم منه. تعالوا يلا تعالوا. هيك عمي، بنتي كأنه الصابون والبخور يلي جبتيهن السنة الماضية كانوا أفضل، مثل ماني شايفة ما حدا من يلي هون اشترى منك. ايه اطلعي على نبهات خانو، عم تتعب حالة مشان تبيع أكتر من الكل، وأمهن للوسخين نفس الشي. ما علينا، انتي حتى اذا ما بعتي ولا قطعة بتضلي احلى ام بالدنيا كلها. حبيبتي معقول يكونوا بعاد عن بعض بعيد الام؟ كيف بدي خلي هذا الشي جواتي؟ انت شو عم تحكي اوجان؟ سوزان خانم وعمر. ما بتحس بالأمومة؟ أوه إيش ابني الأمير، يعطيك العافية. الله يعافيك عاكف، هاي اللي أنت بتحبها. المهم أنه تنباع. ها عاكف بيك، عاكف بيك. بابا أنا رايح لعند رفقاتي بشوفك. تمام تعال تعال عاكف بيك. خير شي نقول خانم، لسه عاكف بيك عاكف بيك. شوفي صدقني إذا ضليت واقف عند نبهات خانم ما رح تاكل شي ورح تموت من الجوع. أنا محضرة أطيب الأكلات، عبي لك صحن. هاي كفتة؟ إيه لك، وهذا ورق عني. يا ريت تسكبي لي صحن وتحطي لي فوق دبس الرمان. بعتوا لي يا قرايبينا من هاتاي دبس رمان أصلي طيب، رح تحبه كتير، رح أطلك من كل شيء. ايه يلا بسرعة بس لا تورجي حدا. يلا اكل صحتين وهنا. شو هذا شو نقول خانم؟ مرحبا عمي عاكف. أهلين أهلين ابني بيرك، تعالوا كلك شي لقمة. شو نقول خانم تسك بصحن لبيرك؟ أبدا، يروح يأكل سم بعيد. Thank you.
ابني انت روح وكول بمكان تاني. يلا روح يا ابني. لو شفته عم يموت من العطش ما بسقيه. مرحبا. أهلين، تشربي شاي ولا قهوة؟ شاي. شاي حاضر قدير بيك. بالحقيقة الشاي حجة، بدي أعرف إذا رجعت لحالتك الطبيعية. شو قصدك ميليسا؟ يعني مثل العادة إذا كنت رح تبتسم وتهرب بعيونك. تفضل. هربت بعيوني؟ يمكن هاي طبيعتي الجديدة. ماشي، يعطيكم العافية، بشوفك بعدين. كأنه عطتك بهدلة أدبية وأنت بتستاهل هالشي. سكوت مو أساس نحن أخوة. اشتغل. على كل شو بدي أقلك، رح أروح أجيب كاسات. طيب يلا يلا. انت جهزي لي صحن وانا بجي بعد شوي. عاكف بيك حط لك يا عطاولتك. لا اصحك ولا بعدين ما بخلص من لسان نبهات. خليه هون هلا بيجي. بس ما عطتني حقه عاكف بيك. ما رح اهرب، رح اعطيكي. هو هو معه كتير مصاري وعم يتبخل علينا. بس ياكل هالصحن رح اخذ منه كتير. قدير بدي احكي معك بموضوع مهم. اتفضل عاكف بيك. طلع، في شغلتين انا ما بقدر اتخلى عنهم بحياتي. اول شغله اولادي، وتاني شغله هي الثروه اللي كسبتها بعرق جبيني وبسناني واظافيري. اذا اي حدا بيمد ايده على هالشغلتين انا فورا بكسر له ايده. فهمت علي؟ فهمانك عاكف بيك، بس بالحقيقه أنا ما فهمت ليش عم تحكي لي هالحكي هلا. آه يعني عم تقلي لا تلف وتدور بالحكي واختصر. طيب ماشي مثل ما بدك. أنتوا قدرتوا أنكم تستغلوا طيبة بنتي وتاخدوا منها مصاري، وأنا مستحيل اسمح بهيك شي. فهمت علي؟ مصاري؟ أخذنا منها مصاري؟ إيه يعني ما أخذتوا؟ ما أخذنا. طلع قدير، ليك انتو وقعتوا حالكم بمصيبة مرة تانية وطلبتوا المساعدة من بنتي وهي ساعدتكن. ما طلبنا عاكف بيك. يعني قصدك انه بنتي عم تكذب علي مو هيك؟ تخيل انه هي مشان تقدر تساعدكن باعت الطوق تبعها، وهداك الطوق الالماس انا اشتريت لها اياه بعيد ميلادها. طلع فيني يا ابني، انا ماني بلاقي مصاري بالطريق وما بسمح بهيك شي، مفهوم؟ اطلع عاكف بيك، انا ما بعرف شو الموضوع بس رح حله. ايه رح تحله. ايه بتحله، بس بتوقع انه كتير صعب عليك. الطوق حقه اكتر من 4 أضعاف راتبك. تمام، بشتغل 4 شهور بدون راتب، بهالطريقة بتكون انحلت؟ ماشي مناسب. هلأ من بعد اذنك فيني ارجع على شغلي؟ طبعا قدير بيك، تفضل. ما رح ياخد راتبه ل4 شهور، بس تضل جوعان ل4 شهور، وقتها أكيد رح يرجع عقلك لراسك يا قدير. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunur. Olamaz bir mesken, her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğim ne canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin, hayat bildi gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum bildiğimi doğarken.
يشامك قلبي.